لا أضيف شيء الكثير كما قال سي نبيل ولا سي المنجي، ولكن هذا هو الاستثمار وهكذا التجديد والتطوير في الجمعيات الرياضية. لابد من الأفكار، لأنه باش تكون عندك مداخيل وعائدات مالية في الظروف اللي تعيشها تونس في ظل وباء كورونا إلى غير ذلك، فحسنا فعل هؤلاء المبدعون في المجال الرياضي وهذه التطبيقة. وبطبيعة الحال الرقمنة اللي اعتمدها الترجي الرياضي، ما لأن نوجه له تحية لكل ترجيين، لأنه هذا هو الاستثمار، لأنه باش تقعد معمل على البلدية ما عادش معناها دعم مالي من البلديات ولا من المؤسسات، يلزم الابتكار. راهو الكرة فيها ابتكار واضح من الترجي الرياضي.